من يفهم العشق، من يفهم العشق حتى يتقن السنن، من سوف يجلس قربي كي يرى الوطن. أنا وسيل جراحاتي وقيد يدي صرنا على هيئة الطير الذي امتحنا، صرنا حكاية هذا العصر يعرفنا بعض المجانين حين البعض أنكرنا. وقلت للبعض لما أبعدوا لغتي عنهم وقهقهتي تستوعب الزمن، غدا تمرون غدا تمرون غدا تمرون من حولي ويسجد لي أكابر النخل إني ما أزال هنا. ونحن قصة شعب لم يعش فرحا وفوقها مات كل الناس قصتنا. والآن مع كلمة المكتب الشرعي لسماحة المرجع الديني الأعلى السيد الصرخي الحسني، يتفضل بإلقائها السيد عباس السبتي، فليتفضل مشكورا. الأخوة الحضور من رجال دين، سادة أجلاء، شيوخ عشائر، أكاديميين من كل الأديان، من كل الطوائف، من كل الأعراق، ممن لبى دعوتنا وحضر مهرجاننا، حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يسعني أو لا تسعني الكلمات أن أثمن هذه الوقفة التي أتيحت لي حتى أتكلم بين حضراتكم الشريفة بكلمات لله فيهن رضا وللجالسين فيهن أجر وثواب. أخوتي أحبتي، قال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. أيها الأحبة، أيها الأعزة، أيها الحضور الكريم، هذه المعاني لم ينطق بها القرآن الكريم فحسب، بل نطقت بها صحف إبراهيم وما نزل على يعقوب ويوسف وعيسى وموسى والأسباط وما أوتي النبيون من ربهم. هذا هو النهج الإنساني، النهج السماوي، النهج الأخلاقي الذي صدحت به حناجر الأنبياء والمرسلين، نهج الوحدة والأخوة والمحبة والتآخي والحب في الله والحب في الإنسانية والحب في الوطن. هذا هو النهج الذي صدع به إبراهيم الخليل، وصدع به يحيى وزكريا وعيسى وموسى وصالح وشعيب، وصدع به خاتم الأنبياء والمرسلين المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. نهج التعايش، نهج التعايش بين الأديان، نهج التعايش بين الأخوة، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وإن اختلفت المشارب، وإن اختلفت المذاهب، وإن اختلفت الأديان، وإن اختلفت الطوائف، وإن اختلف الطرح، وإن اختلف الفكر، فإن الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية. إذن علينا أن نثمن هذه الجهود، الجهود الكثيرة الجبارة والتضحيات الجسيمة على مسلخ الحرية للأنبياء والأولياء والأوصياء، ممن ضحوا وضحوا من أجل كمال الإنسانية ووصولها إلى اليوم الموعود، حيث التآخي والأخوة والمحبة والمدينة الفاضلة. إذن لا بد أن نتعاون، أن نتآخى، أن نتحابب في الله، خصوصا ونحن نعيش في مرحلة في عراقنا
بل في أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية بمختلف الطوائف والأديان التي تمر فيها وجود نهج أو منهج لقيط، منهج هجين، منهج لا يعترف برسالات السماء ولا يعترف برسالة خاتم الأنبياء، يذبح على الظنة ويقتل على الشبهة ويذبح كل من يخالف نهجه، ألا وهو النهج التكفيري التيمي الداعشي الذي لا يعرف غير لغة القتل والفتك وإباحة الدماء واستباحة الأعراض وقتل الأبرياء والأطفال، ولا يفرق بين شيخ ولا صغير ولا شاب ولا متهم ولا بريء. وأنا هنا أريد أن أشير إلى قضية لا بد أن أثمن الجهود الجبارة التي قدمها ويقدمها أبناؤنا في الحشد الشعبي من دماء طاهرة تدافع عن الوطن، من كل من انتمى لهذا الحشد، إن كان شيعياً أو سنياً أو مسيحياً أو صابئياً أو أيزيدياً، فكلهم ضحوا من أجل الوطن وتسامو وتعاونوا وتعاطفوا وقدموا وضحوا لعنوان الوطن. فحري بنا أن نعتني بهذه الشريحة وأن نعتني بعوائل هذه النخبة التي ضحت وبذلت وقدمت الدماء رخيصة بعشق من أجل الوطن. ولا بد أيضا أن نثمن شريحة أخرى، ألا وهي شريحة العلماء العاملين المخلصين المجدين الذين يفنون أيامهم ولياليهم في التصدي إلى هذا الفكر الهجين الداعشي القاتل التكفيري، إذ إنه إذا لم يكن هنالك فكر ولم يكن هنالك تصدي فكري للقضاء على الفكر الداعشي، فسوف يستطيع هذا التنظيم الهجين أن يستقطب العقول المغرر بها. إذن فلا بد أن نكرم وأن نعتني وأن نعتز بهاتين الشريحتين، شريحة تقدم الدماء وأخرى تقدم التعب وتقدم السهر على الراحة من أجل البحث والبحث والبحث لكشف حقيقة هذا التنظيم ومنهجه ومنبعه، وهذه الدولة المارقة التي حاربت رسول الله وخط الحق على مر التاريخ. أكتفي بهذا القدر وأشكركم على الاستماع والإنصات لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.